برد الدنيا برد وعم خليل بيسقي الورد الدنيا برد يا عم خليل تسقي الورد يا عم خليل الدنيا برد يا عم خليل تسقي الورد يا عم خليل هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبيبي قوله يا هوا وياك رسالة ورد يمكن يقرا ويجي حبيبي وحشاني عيني زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات انا كنت لما احب اتونس معاك انا كنت باخد بعضي واروح له من سكان اخ 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 قلبي سألوني من عين اصلي ومذهبي ومين امي ومين ابي انا امي الارز وموطني لبنان وجامع بدمي دين عيسى والنبي الو الو حبيبي هل تصبح الخير صباح الخير اسمعني عندي لك نصائح مهمه على الاخر لازمك تتبعها خاطر راهو نتعاملوا مع فنانين كبار وبرشا ناس موسيقيين قاعدين يقيموا فيك ويتفرجوا فيك 24 ساعه في يعني جمهور المغرب العربي الكل يدعم فيك وخاصه يعني الليبيين يعني من ليبيا كل يعني حاطين املهم فيك الكل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي شرفهم وشرف تونس كل بص هقول لك مبروك يا حبيبتي انك رجعتي تمام كده ماشي عايزاكي بقى تقوي كده يا دينا وتكملي وخلي عندك ثقه في نفسك اقسم بالله الجمهور اللي مرجعك اوعي تفكري اي حاجه الفانز هنا بهدل الدنيا لما قلت لهم اقطعوا التصوير فاهماني؟ قالوا لي لا مش هنرضى نقطع التصوير دي دينا بتاعتنا واحنا هنقف في ظهرها وهنعمل ونسوي مش قادرة أقول لك بتوع ليبيا وتونس عملوا إيه وأهل نسيم عملوا إيه عشان حبيبي ربنا وهنا الفنز عمل إيه حبيبي يعني ده فنزك وده اللي مرجعك خلي عندك ثقة في نفسك حاضر يا أمي ماشي حاضر وكده دينا أنا عايزك الفاينل إن شاء الله يا حبيبي ما تخليش أي حد يحبطك ولا كلام أي حد يحبطك حاضر إحنا فاهمين كويس مين الوحش ومين الحلو وكل الناس هنا فاهمة حاضر يا أمي أي كلمة هتتقالك زي اللي اتقالت امبارح عادي جدا حاضر يا أمي حاضر ماشي حبيبتي ان شاء الله ماشي ان شاء الله ومش عايزه دينا تكتئب خالص ولا تزعل من اي كلام انت مش قاعده في بيت حد انت قاعده في بيتك ماشي حبيبتي حاضر الاساتذه كلهم مبسوطين بيكي وفرحانين بيكي وهم اللي مقعدينك وهم عايزينك الحمد لله يبقى انا اعمل للاساتذه اللي هم عملوا لي قيمه وعملوا لي وكوموني ارضيهم حاضر يا امي حاضر ماشي مش هقول لك اكتر من كده حاضر سلميني على حبيبتك يا حبيبتي ماشي حبيبتي سلميني عليهم وقولي لهم سنه سعيده عليهم يا رب وربنا يخليهم ليا ويخليك ليا يا امي وسلميني على هوبه اختي هبه حاضر يا حبيبتي حاضر بس انا عايزاكي تحطي في دماغك يا دينا ان انت راجعه بجمهورك حاضر الناس كلها زعلت اول ما قلت لهم وقفوا تصويت انت قولي انا قلت لهم يوقفوا تصويت لاني كنت عايزاكي تيجي مش عايزه حد يصوت لك كله قال لا ما ينفعش دينا لازم تكمل وما سمعوش كلامي وقعدوا يصوتوا لك وعملوا لك حملات فخليكي واثقه في نفسك وواثقه في جمهورك وواثقه ان انت طالما في ستار اكاديمي لازم تعملي حاجه كبيره اعملي ايفال كويس وبس واهتمي بنفسك واهتمي بصوتك بس ما انت بتتكلمي بالطريقه دي ليه مش مبسوطه لا مبسوطه بس هي قالت لي على كذا حاجه كده برتبها في دماغي هعملها ازاي يعني قالت لي على حاجات لازم يعني قاعده عماله افكر يعني هل هقدر اعملها او لا ولو هقدر اعملها ازاي يعني قاعده بفكر يعني عايزه ارضيها بس مش عارفه ازاي على إيه؟ يعني ازاي في الاكاديمي مش عارفه بس على نفس هنا يعني لا خالص